اهلا بيكم، شكرا جزيلا، شكرا. اهلا بيكم كلكم، شكرا جزيلا، شكرا على اللطافه، الف شكر. نبتدي بقى الموضوع على طول. الموضوع عن حكايه علاء الدين والمصباح السحري. دي حكايه قديمه قوي من مئات السنين، من منطقتنا هنا توارثتها الاجيال والناس بتحكيها لبعضها. الحقيقه انه شركه ديزني العالميه سنه 92 قررت ان هي تاخد الحدوته دي من عندنا وتعملها فيلم كرتوني رسوم متحركه جميل ورائع. لما اتعرض ساعتها كان ناجح بشكل كبير قوي. بعد 20 سنه قررت نفس الشركه ديزني ان هي تحوله للايف اكشن موفي، لنسخه حيه فيها بدل الابطال بالكرتون يبقى في ناس حقيقيه هي اللي تمثل الفيلم. وبدات رحله البحث، بيدوروا على علاء الدين. المواصفات لازم يبقى شاب وسيم، له ابتسامه ساحره لانه علاء الدين المفروض كده في الحدوته، انه يبقى بيعرف يمثل ويغني وكمان يبقى شاب رياضي. عملوا اعلان والاف الشباب حول العالم بعتوا عشان يطلبوا الدور، كل واحد فيهم نفسه يبقى علاء الدين او الادن زي ما بيقولوها الخواجات. من 2000 شخص او اكتر من 2000 شخص نقوا شاب مصري عايش طول عمره في كندا وقالوا هو ده علاء الدين، بعنيه، بابتسامته، بهيئته، بطريقته، هو ده علاء الدين. بدأت أخبار تطلع عن الفيلم بس في تكتم شديد نفذوه، ودي عادتهم في الأفلام الكبيرة، لحد ما تعرض بداية الصيف اللي فات. لما تعرض فيلم ألادن أو علاء الدين كسر الدنيا حول العالم. شركة ديزني نفسها بتقول إن إيراداته لحد دلوقتي أكتر من مليار دولار حول العالم، نجاح ساحق. والحقيقة إنه أنا كنت من الناس اللي اتفرجت على الفيلم ده أنا وأسرتي، أنا شفته 4 مرات. Do you trust me? More often than not, are hotter than hot in a lot of good ways. Aladdin! How did you get past the guards? That was challenging. What did you say? Do you trust me? Oh, no. Oh! This the big part. Watch out! This is getting so good. It's so good. Can you make me a prince? There is a lot of gray area in make me a prince. If you don't have anything, you have to act like you own everything. I'm in charge, okay? I say when it's time. Really? I can make you rich. There's a cave of wonders. Bring me the lamp. Don't you dare close your eyes. Hold your breath, it gets better. الفيلم ده هو اساسا المستهدف بيه الاطفال او الصغيرين في السن، بس مين قال ان الكبار ما بيحبوش الخيال والاغاني والالوان؟ فاكره كتير من مشاهد الفيلم الرائعه، بالذات المشهد لما الامير علي او برنس علي دخل المدينه وكان في استقبال حافل له. برنس علي فابولس هي علي ابابا شو سم ريسبكت بوي كان يو فليك داون اون وان ني. Try your best to stay calm. Brush up your Friday salon. Then come and meet a spectacular coterie. Prince Ali, mighty as he, Ali Ababwa. Strong as 10 regular men, definitely. He's faced a galloping horse. 100 bad guys with swords. Who sent those crews to their lord? Why, Prince Ali? Fellas, he's got 75 golden camels. Now the ladies, what do you got? معنا النجم العالمي المصري مينا مسعود علاء الدين. <تصفيق
shut the Friday salon. Don't call the meeting spectacular, Peter. Prince Ali, my ears, he Ali Ababwa. Strong as teen, regular men, definitely. He's faced the Vatican wars, 100 Vatican swords. Who sent those tools to their lord? Why, Prince Ali? قبل ما يتكلم مينا كل الناس قاعدة تقول هو هيعمل المقابلة بالانجليزي ولا بالعربي ولا بين البنين. ده واضح ان هم كانوا محتارين. انت هتتكلم في المقابلة دي بأي لغة يا مينا؟ بالمصري. انا بقالي 10 سنين ما رجعتش مصر, ف نضربها مصري بقى. نضربها مصري.